مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. برحب بك معنا دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور أيمن. يعني هذه الحرب اختلفت عن باقي الحروب التي شنها العدوان، التي شنها الاحتلال على غزة وعلى فلسطين بوجه عام. يعني كيف تقرأ السيناريوهات المقبلة خاصة في هذا التوقيت؟ بالتأكيد يعني حضرتك محقة تماما. أولا هذه الحرب هي الأكثر تكلفة من ناحية البشرية. نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 شهيد، أكثر من 55,000 جريح ومصاب. البنية التحتية في قطاع غزة والتي انتعشت بالمناسبة في السنوات الماضية أكثر من 60% تم تدميرها. آلاف البيوت والشقق تم تدميرها بشكل جزئي أو بشكل كامل. طبعا هذا المشهد لم نراه من قبل، سواء في حرب 2014 أو في حرب 2008 أو 2012 أو غيرها من الحروب التي اندلعت ما بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وما بين إسرائيل منذ فك إسرائيل لارتباطها بقطاع غزة في عام 2005 واتفاق المعابر نوفمبر 2005. السيناريوهات القادمة أنا في تقديري المفتاح في فهم السيناريوهات القادمة هو الموقف الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة الآن مع إسرائيل التي ترفض وقف إطلاق النار. جميع الدول، ربما كان هناك بعض الدول في بداية صحيح. الحرب ترفض وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن حتى الآن بما فيها حتى القرار الأخير، القرار 27-22 الصادر من مجلس الأمن، ترفض وقف إطلاق النار. لذلك المطروح فقط في هذه الآونة طرح ما يسمى تقليل استهداف المدنيين. الهدنة التكتيكية بهدف تقليل استهداف المدنيين. تقدير الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل أفرطت في الفترة الماضية فيما يسمى بالذخيرة الغبية، وهي الذخيرة التي ليس لديها آلية توجيه، وهي التي تصيب يعني المنزل بالكامل أو البناية بالكامل، وهذا يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الشهداء. هناك اتفاق ضمني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنها تقلل استخدام هذه الذخيرة الغبية، لأنه في الفترة الأخيرة حتى يوم 20 ديسمبر الجاري استخدمت إسرائيل 29,000 قذيفة، منها أكثر 45% من 29,000 قذيفة ذخيرة غبية، وهذا ربما كان سبب مهم جدا في سقوط عدد كبير جدا من الشهداء والمدنيين. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، الولايات المتحدة الأمريكية تريد ما تسميه بالعمليات الجراحية، بمعنى تتوقف إسرائيل عن استهداف المخيمات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة مقابل فقط استمرار الحرب على ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية قيادة حماس أو قيادة الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة. لكن هل تسمع إسرائيل أو هل تستمع إسرائيل إلى النصيحة الأمريكية والطلب الأمريكي؟ في تقديري حتى هذه اللحظة، حتى اليوم الذي نتحدث فيه، إسرائيل بتوسع عملياتها، انتقلت من الشمال إلى الوسط والآن تقوم بعمليات كبيرة جدا في خان يونس وفي محافظة وسط غزة، بالإضافة لعملياتها المستمرة في شمال وشمال غرب القطاع. لذلك أنا في رأيي المدخل أن تكون هناك هدنة تسميها الولايات المتحدة الأمريكية هدنة تكتيكية، لكن نسميها نحن هنا في المنطقة بهدنة إنسانية. الهدنة الإنسانية والرهائن أنا في تقديري هم الباب الملكي والمفتاح السحري الذي يمكن من خلاله أولا تقليل هذه الحرب وصولا إلى الوقف الكامل للعمليات الحربية. نعم، يعني حديثك دكتور أيمن يشير إلى أن الزر الذي سيوقف هذه الحرب ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو الإنجاز التي كانت تريد أن تحققه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية هي تريد أن تعطي إسرائيل الفرصة والوقت والزمان الكافي للانتقام من الفصائل الفلسطينية وتحديدا من حركة حماس. لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تختلف مع إسرائيل في الأهداف، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية متفقة تماما مع إسرائيل في الأهداف، لكن الخلاف فقط في الأدوات. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع إسرائيل في فكرة القضاء على حماس والقضاء على البنية التحتية للمقاومة والمجموعات المسلحة في قطاع غزة، تتفق مع إسرائيل في القضاء على حكم حماس في قطاع غزة. إذن هي تتفق مع كل الأهداف الكبيرة والاستراتيجية التي رسمتها إسرائيل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، لكن الخلاف فقط في الأدوات. إسرائيل ترى تحقيق هذه الأهداف بالطريقة الحالية التي نراها الآن
بالقصف بالطائرات وبالمدفعية وبالتوغل البري، فيما تراه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون عبر عمليات جراحية وعمليات محدودة لا تؤدي إلى مقتل عدد كبير جدا من المدنيين. وهذا الموقف الأمريكي مبني ليس حبا بالتأكيد في المدنيين وفي شعب قطاع غزة. طيب يعني مع هذا الخلاف دكتور أيمن، أصبح معلن أن الآن وهناك خلافات شديدة بين بايدن وبين نتنياهو، هل ممكن مع الطلب المستمر من الولايات المتحدة كما تحدثت الآن بتقليل استهداف المدنيين في غزة، هل يمكن أن يتغير شكل هذه الحرب؟ بالتأكيد، يعني أنا أعتقد أنه يعني في منتصف يناير القادم أو حتى بنهاية يناير القادم سوف يتغير شكل الحرب بشكل كبير جدا، لأن في الوقت الذي نتحدث نحن فيها اليوم هناك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي دان ديرمر موجود الآن في واشنطن، والتقى بالأمس مع جيك سوليفان، وربما يلتقي اليوم مع أنتوني بلينكين حول هذه الفكرة، حول كيفية تقليل عدد المدنيين الذين يسقطون في هذه الحرب. وهناك احتمال في واشنطن، هناك حديث صباح اليوم وأيضا جرى منذ ساعات قليلة موقع أكسيوس الأمريكي نشر أن أنتوني بلينكين ربما يقوم بزيارة جديدة إلى الشرق الأوسط، سوف تكون هي الزيارة الخامسة للمنطقة والزيارة السادسة لإسرائيل. هدف الولايات المتحدة الأمريكية أن تبلور مع إسرائيل شكل جديد للحرب لا يؤدي إلى سقوط عدد كبير من المدنيين. والهدف الأمريكي واضح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي الأمريكي بدأ يتراجع حظوظه في الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في نوفمبر 2024. الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق من مصالحها الخاصة ومصالح الحزب الديمقراطي. صحيح. كما تعلمين والسادة المشاهدين، لأول مرة في شهر ديسمبر جاء الرئيس جو بايدن خلف الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. هناك 5 ولايات من 6 ولايات متأرجحة يفوز فيها الرئيس دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن، ومعروف أن هذه الولايات المتأرجحة هي التي تصل بالمرشح الرئاسي إلى البيت الأبيض. صحيح. وبالتالي شعور البيت الأبيض بأن هناك خطر على حظوظ الحزب الديمقراطي وبالتالي على حظوظ الرئيس جو بايدن هو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للحديث إلى إسرائيل بتغيير شكل الحرب. لكن أنا في تقديري إسرائيل دائما كانت تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة فوق القانون، وحتى وفوق حتى نصائح أصدقائها في الغرب، لذلك حتى الآن لم نرى شيء ملموس على الأرض. لكن في تقديري في المدى المتوسط في منتصف الشهر القادم أو في نهايته ربما يتغير شكل الحرب. نعم، بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المعطيات دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.